فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نحن جماعة من المدرسين، نحن جماعة من المدرسين، عندما ينتهي زمن الدرس يكون وقت الصلاة قد دخل قبل مدة، فإذا خرجنا للصلاة في المسجد تفوتنا الركعة والركعتان وربما الصلاة كلها، فهل الأولى بالنسبة لنا أن نصلي جماعة في المدرسة لإدراك فضل الجماعة من أولها، أم نخرج إلى المسجد ولو فاتنا بعض الصلاة؟ كله جائز، إن صليتم في المدرسة جميعا أو خرجتم وصليتم في المساجد المجاورة ولو فاتكم بعض الصلاة لا بأس بذلك، كله جائز والحمد لله. المهم أنكم تصلون مع الجماعة في المسجد أو خارج أو في المسجد أو في الدائرة، تصلون جماعة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.